بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماسك رائع رهيب وسحري لتكثيف وإنبات فراغات مقدمة الشعر ومنع التساقط، وكذلك يعمل على علاج الصلع وإنبات الشعر للرجال والنساء، إضافة إلى أنه يكثف الشعر ويملأ فراغات مقدمة الرأس. فهذا الماسك يعطي نعومة وحيوية لشعرك، يقضي على التقصف وخشونة الشعر. كذلك الميزة الرائعة لهذا الماسك أنك يمكن استخدام عمل كمية كبيرة تكفيك لمدة شهر كامل. مكونات هذا الماسك عبارة عن خمسة ملاعق طعام كبيرة. الكمية هذه لمرة واحدة يمكن مضاعفة المقادير وعملها لمدة شهر كامل. وطبعا دائما وصفات الشعر حسب طول وكثافة شعرك انت. خمسة ملاعق طعام كبيرة من الزبدة الغير مملحة، استخدموا أي نوع زبدة متوفرة عندكم، ولكن يجب أن تكون غير مملحة. زبدة بقري أو زبدة الماعز تكون طبيعية وغير مملحة. المكون الثاني هو نواة التمر. نواة التمر نقوم بغسلها، تجفيفها، وبعدها تحميصها وطحنها على شكل بودرة. نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من نواة التمر، ونحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من السدر أي نبات النبق، كذلك تكون مطحونة على شكل بودرة. يفضل شراء أوراق نبات النبق وطحنها في البيت. طريقة عمل هذه الوصفة: نأخذ الزبدة ونضع عليها ملعقة نواة التمر محمصة، قلت، ومطحونة، وكذلك السدر، قلت يمكن مضاعفة المقادير، وعمل كمية كبيرة من هذه الوصفة والاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدامها لمدة شهر كامل، ولكن يجب تدفئتها في حمام مائي أولا. نخلط جيدا المكونات بهذا الشكل. بهذا الشكل حتى يصير القوام كريمي. بهذا الشكل نتحصل على خلطة كريمية. وبعدها نقوم بتوزيع هذه الخلطة على الشعر، فروة الرأس، وتدليكها لمدة 5 إلى 10 دقائق، ونغطي الشعر ببني البلاستيك ونتركها لمدة ساعتين. بعد مرور الساعتين نقوم بغسل هذا الماسك. يستعمل مرتين بالأسبوع، قلت يمكن عمل كمية كبيرة من هذه الوصفة تكفي لمدة شهر كامل. يمكن للرجال استخدام هذه الوصفة كذلك لإنبات الشعر والفراغات ومكافحة الصلع. استمروا على هذه الوصفة من أول أسبوعين، ستلاحظون الفرق. يمكن للبنات الصغار استخدام هذه الوصفة من عمر 10 سنوات فما فوق. الحوامل كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة. المرضعات كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة. آمنة، موادها طبيعية وليست منها أي ضرر. ننتقل الآن لعمل الوصفة الثانية، كذلك نتائجها رائعة جدا، وهي طبيعية 100% ومكوناتها متوفرة عند الجميع.
استعراق التين الشوكي للشعر، إنبات الفراغات، وكذلك محاربة الصلع، إنبات مقدمة الرأس. تحتوي أوراق التين الشوكي على نوعين من المركبات، هي الألوين والجال. طبعا يتميز بصفته الدوائية المعالجة للكثير من المشاكل الصحية، ومن أهمها مشاكل الشعر. يعالج بفعالية مشكلة الصلع وفراغات الشعر من الأمام مقدمة الرأس عن طريق إنبات الشعر، كما يزيد من سرعة نموه بفعالية كبيرة. يرطب الشعر، يحميه من الجفاف والتقصف، ويعطيه لمعانا صحيا. بالإضافة إلى أن أوراق التين الشوكي والمتواجدة في كل مكان هي بديل لأوراق الألوفيرا، تعالج قشرة الرأس المزعجة، تغذي الشعر، تقويه، وكذلك تقيه من الإصابة بالتقصف وحتى التكسر. يقوي الصبار الشوكي الشعر، يرطبه بشكل كبير، وذلك لقدرته الكبيرة على جذب المياه إلى جذور الشعر، كقدرته على سحب الماء من الأرض والرطوبة من الجو. وبالتالي هو من أفضل العلاجات الطبيعية المستعملة في علاج تساقط الشعر وإنبات الفراغات ومكافحة الصلع. نأخذ ورقة من التين الشوكي، ننزع الأشواك، ونقوم فقط بأخذ الجال بهذا الشكل. نقشط كل الجال المتواجد بورقة التين الشوكي. المكون الثاني لدينا هنا البصل، نأخذ كذلك نفس المقدار من البصل، أي نوع بصل متوفر عندك في مطبخك استخدميه في هذه الوصفة. البصل هنا يزيد كثافة الشعر، هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لإنبات الفراغات ومكافحة الصلع، ومفيد جدا للشعر الخفيف وتساقط الشعر، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الكبريت التي تحسن الدورة الدموية وتحفز بصيلات الشعر وتعزز نمو الشعر. المكون الثالث هنا لدينا الخزامة، دورها هنا أو اللافندر، دورها هنا القضاء نهائيا على رائحة البصل في هذه الوصفة. غير متوفرة الخزامة أو اللافندر، يمكن استبدالها بزيت الخزامة. نأخذ ملعقة شاي ونضيفها إلى هذه الوصفة. غير متوفر الخزامة أو زيتها، البديل هو آخر شطفة عند غسل هذه الوصفة من الشعر، تشطف بمغلى البقدونس. طريقة استخدام عمل هذه الوصفة، أولاً نأخذ الخلاط الكهربائي، نضع أولاً جال التين الشوكي، وكذلك البصل، نضيف الخزامة، نخلط كل المكونات بالخلاط الكهربائي. نسيت أن أذكر إضافة ملعقتين من ماء الورد إلى هذا المزيج، عند الخلط نضيف ملعقتين من ماء الورد. ونتحصل على هذا المزيج. طريقة الاستخدام، نأخذ هذا المزيج، نوزعه على الأماكن الصلع والفراغات. نقوم بتدليك الرأس الفروة عفوا لمدة 5 دقائق، نتركه لمدة ساعتين مع وضع بلاستيك غذائي أو البني الخاص بالشعر.
وبعدها نقوم بغسل الشعر بشكل عادي. الوصفة هذه آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. حتى الرجال يمكنهم استخدامها لإنبات الفراغات، الصلاع، وحتى الفراغات باللحية. هذه الوصفة يمكن الاحتفاظ بها بعلبة محكمة الإغلاق صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل. رائحة البصل عند إضافة هذه المكونات غير موجودة نهائيا. وكذلك هذه الوصفة يمكن استخدامها لإنبات الحواجب، رائعة جدا، آمنة، وليست منها أي أعراض جانبية. مدة طريقة استخدامها قلت لمدة 10 دقائق نقوم بتدليك الوصفة. يمكن استخدامها قبل كل استحمام، رائعة وليست لها أي أعراض جانبية. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.